صح. طيب دكتور خلينا ندخل في اللقاح الآن وفي كل ما يتعلق به، لأنه هو 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 الحل بإذن الله. صحيح تعالى. بإذن الله. يعني تعالى. الأشياء الأخرى كلها عبارة عن تدخلات علاجية مساعدة في فترة مساعدة. مساعدة نعم. يقولون لك اللقاح كل عام يصير لك ضعف في المناعة. ممتاز. أنتوا ليش تضعفون مناعتنا؟ شوفوا أولادنا زمان كانوا يحطونهم في البراري ويمشون في كل مكان وتزيد المناعة. تزيد المناعة صحيح. إذا دخل في عالم الميكروبات. طيب جزء من تخصصي المناعة، جزء من تخصصي، فأنا بتكلم في المناعة ويحق لي أني أتكلم في المناعة، ما حأسترسل. مناعتك يا الإنسان يوم ربي خلق مناعتك مستوية جيدة، ما في شيء اسمه مناعتي ممتازة، هي إما جيدة أو سيئة. ترى ولها أرقام معينة، نقطة ظهر 2000 بالضبط 3000 تقريبا. مناعتي جيدة ولا سيئة؟ هذا هو ثنائية. نعم. طيب هل أنا مناعتي جيدة؟ إذا كانت مناعتي جيدة اسمها كيف أحافظ على مناعتي وليس كيف أزيد مناعتي. هذا من اللف والدوران اللي موجود في السوشيال ميديا، والهدف مادي بحت. تمام. نجي على رقم 2، إذا أنا كانت مناعتي جيدة وأبغى أحافظ عليها إيش لازم أسوي؟ بتضحك الحين، كل كويس، أشرب كويس، نام كويس، نام كويس، خل حركتك جيدة، نشاطك جيد، ابتعد قد ما تقدر عن الأمراض المنتقلة أو المنتقلة العدوى بمعنى آخر، قد ما تقدر ابتعد، لأن مناعتك أنت في النهاية أنت قاعد يعني مناعتك هي قاعد، لا مو استهلاك، أنت مناعتك حسب الشيء اللي يجيك. مثلا إذا جاك فيروس الكبد B مناعتك ما حتتخلص منه، لكن إذا جاك فيروس الكبد A مناعتك حتتخلص منه. طيب أنت ليش تجرب B؟ ليش؟ ليش؟ صح. طب ليش أنا أعطيك اللقاح من يوم أنك طفل علشان الكبد بي؟ ليش؟ وش فكرتي؟ لأن هذا ما له علاج فأنا ودي أحميك منه. ليش الحين صار من ضمن اللقاحات الوطنية اللي هو الثآليل؟ ليش؟ لأن إذا ما في علاج، ما في علاج أحميك منه، أبا أحميك منه. بالضبط. يوم أننا نجي نتكلم بشكل خاص عن لقاح الكورونا أو حتى كوفيد، تمام، هل يضعف المناعة؟ لا طبعا، طبعا لا، بالتأكيد لا، بدون أي نقاش. أنت قاعد تعطي جسمك، بدل ما يجيه الفيروس أنت قاعد تقول لجسمك خذ هذا الفيروس الصغير ذا بكميات قليلة معدومة، تقريبا 1 ولا 2 فيروس قاعد تحطه في جسمك يشكل مناعة تجاهه بدون مرض، بدون ما تتعب، بدون ما يصير فيك شيء، شكلت أجسام مضادة نوعية. يعني أنا ما حثيت مناعتك كلها تهجم، هاجمي نعم نو بس أجسام مضادة على الشيء هذا. تعرف على الشفرة، تعرف لي على هذه لو سمحت، إذا جتك اقتلها، لا تخليها تستفحل في جسمك، أبشر. هذه الأجسام المضادة هذه أنت ترى ما رفعت مناعتك كذا، أنت خليت مناعتك تستوعب ان في شيء زي كده، انت علمتها، خبرتها، شغل مخابرات. تمام. شغل مخابرات، انت صار في عندك خبر ان ترى احتمال الفيروس هذا خلال 2 3 شهور ترى احتمال يدخل في جسمك، اذا دخل في جسمك بالله القطلية. مخابرات. حلو. اعتبر نفسك انت في الشارع شرطة ومخابرات ودنيا تعرفنا عليه، دخل الفيروس هذا كح واحد في وجهك مدري مين، جسمك على طول شغل الأجسام المضادة اللي عنده اللي تعلموا على الفيروس، راح وقفوا الفيروس في مكانه، لا مرضت لا تعبت. حتى إذا لنفرض أن مناعتك كانت والله استجابتها شوية بطيئة، فرضا في ناس استجابت مناعتهم بطيئة عادي، لنفرض أن وش حيسوي لك اللقاح هذا أو التعليم هذا اللي أنت علمته؟ حيخفف لك المرض، بدل ما يكون المرض يوصلك مستشفى تتعب لك يومين وتطلع. لكن لو بدون اللقاح كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بدون اللقاح كان أنت رحت للمستشفى. حنا هذه الفكرة الأساسية من اللقاح، لكن اللقاح عمره حياته ما يخرب في مناعتك شيء، ما ينزلها
ولا يخربها ولا يخليها يعني تثور. بعضهم يجي يقول لك لا أنا يوم أخذت اللقاح صار لك صار عندي مشكلة في قلبي، صار عندي مشكلة تتصلب متعدد. هذه سنأتيها، بس إنه أي يعني المناعة، ما وين الحقين الزنجبيل وحقين مدريش وحقين كذا؟ شفت ذا؟ شفت هذا؟ طيب ولا كلها اسمها مضادات أكسدة. تدري يعني مضادات أكسدة؟ أنا أقول لك. شفت الحين لمنك ركضت حلو وجاك شد عضلي. نعم. وش الشد العضلي؟ الشد العضلي عضلاتك، الخلايا العضلية طلعت مادة اللي هي زي فضلات. المادة هذه صارت كثيرة، يوم انها صارت كثيرة صارت العضلة ما تقدر تتحرك. عشان كده وش يقول لك؟ وش تسوي لما جاك شد عضلي؟ هل انت مريض؟ لا لا، ارتاح، لا تحركها، لا مدري مين، لا كذا، عطها يومين ثلاثة بتزين امورك ترجع تعيش حياتك الين ما نظف الجسم نفسه. هذا نفس ذولي إذا صار في عندك التهاب أو عدوى بيصير في عندك حاجات مواد مؤكسدة. هذه مضادات أكسدة، ليمون، زنجبيل، مدري مين، أنت قاعد تساعد جسمك أنه يصير نشيط، أنك تنظف المواد المؤكسدة هذه تشيلها من جسمك وتساعد جسمك على أنه يتخلص من الفيروس. يعني أنت لا زودت مناعة لا غير أي علاقة، ما سويت شيء، والدليل أن اللي يأخذ واللي ما يأخذ سوى ايش رايك؟ اللي ياخذ واللي ابو زنجبيل وليمون ومدري وشو، اذا ما خذاها ترى انت من 3 إلى 5 أيام جسمك بيبدا يسيطر على الموضوع. المفروض، نعم المفروض ان جسمك يبدا يسيطر على الموضوع. اللعبه كلها وين تكون؟ اذا جسمك ما قدر يسيطر على الموضوع. احنا ما نقول لهم انتم ما عندكم سالفه وغلط، لا، جسمنا يقدر، وهذه من رحمه الله فينا، جسمنا يقدر يسيطر على الموضوع. لكن إذا ما قدر، أنت وش دراك أن جسمك حيقدر؟ ما في أي دليل، ما في أي تحليل، ما في أي مؤشر يقول لي أن جسمي حيقدر، ما في. فأنت ضميرك، أنت حظك، حظك يا نصيبك، ما تدري. وإيش اللي يصير عندك؟ يصير دخل الفيروس، والله جسمي الحمد لله تخلص منه، أموري طيبة، والله يا دكتور أبشرك، والله جاني وطلعت منه وأموري طيبة وما أخذت لقاحكم ذا، خلوه لكم، أبشر. طيب واخوك؟ اخوك ابوك اللي ما ابوك نعم. عمك اللي رحت تحب راسه ودخلته مستشفى، اللي ما قدر مساكين جسمه ما قدر، ايش ذنبه؟ صح؟ صحيح. ما تضمن، هذا جسمك انت ما تضمن عليه، ما في مؤشر تقول اوه لا انا ترى اكثر من كذا اذا انا اموري طيبه، اوه لا انا اقل، انتبه.